ايه ده؟ ايه ده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. خدي 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 يا هاجر، خدي يا هاجر. ثانيه واحده، ثانيه واحده قبل ما تروحي الحته. بصي بصي يا هاجر، بصي. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا رب وقف هذا، يا رب يا رب وقف هذا، يا رب اكتب لهم السلام يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. قلبي يا ناس، قلبي قلبي. لا اله قلبي في الارض المحتله اضحى حجرا بين الاحجار المبتله بدماء الأطفال العزل بدموع نساء يصرخن يزرفن دموعا تتجمد تصبح أحجارا تقذفها أيدي السوار تصبح طلقات من نار. إخوان، لم نعرف أبدا حرب الأحجار، أعرف أطفالا يوما أخذوا الأقمار زرعوها داخل أعينهم شتلات نهار. أطفال القدس المحتلة يا أجمل خبر يأتينا بين الأخبار. إخوان، من يعرف أيمن؟ من يعرف أيمن؟ أيمن طفل والعمر أقل يا سادة من 7 سنين، مرسوم داخل عينيه أرض فلسطين، مئذنة الأقصى تسكنه والقدس وصلاح الدين. يجمع أحجارا يغسلها بدموع القهر فتشتد فتصير أحد من السكين. أيمن عصفور يتنقل ما بين رصاص وقناء، أيمن يلتقط الأحجار ويظل يبادر. طلقات الأعداء عليه تتوالى كالرعد القاص وتدوي كالبرق القاص، يجرون إليه ولا يجري. أيمن واقف مرتدف؟ لا، بل مبتسم، مبتسم للجرح النازف. تعوى أصوات تحذره أيمن ستموت. يضحك ويقول أنا عارف. أيمن أخذوه إلى السجن كي يجروا معه التحقيق، سحلوه ضربوه طعنوه في الجرح النازف، والجرح عميق يا سادة. سألوه من حردك؟ قال حردني أحمد. من أحمد؟ فأجاب أخي، بعثوا عشرات كي تبحث عن هذا الثوري الأكبر، قوات تحمل أسلحة، عربات ومئات العسكر. البيت محاصر يا أحمد، البيت محاصر فاستسلم، البيت محاصر فلتخرج. يخرج أحمد كالشمس ضياء وحنين، في يده يحمل أحجارا والأخرى علم فلسطين. أحمد طفل والعمر أقل يا سادة من 5 سنين، والعمر أقل يا سادة من 5 سنين، والعمر أقل يا سادة من 5 سنين. خلصتي؟ خلصت تقريبا يا جماعة. والله أنا بقول تاني، يعني أسوأ حاجة في إن هاجر تتكلم إن هي بتخلص. ربنا يبارك فيك يا هاجر. أنا مش عارف أقول لك إيه، يعني انا كرمضان، انا كشخصي عربي مصري مش عارف اقول ايه. ربنا يبارك فيك يا بنتي والله، وعلى كميه الاحساس اللي حقيقي بتخترق القلب. انت معجزه في الشعر وفي الاحساس وفي الاختياراتك الموفقه. ربنا يبارك فيكي ويحفظك. انا مش عارف اقول لك ايه، وربنا يا رب يكتب السلام لاخواتنا، ربنا يا رب يكتب لهم السلام ويستقر ويجعل لهم بلدا مستقره امنه وسائر بلاد المسلمين يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.